انا معايا على تليفون سيادة المستشار محمد نور الدين، وهو يعني مستشار جليل وخبير في هذا الامر. اهلا بيك سيادة المستشار. مساء الخير، ازي حضرتك؟ برحب بيك وبالدكتور عبد الرحيم علي. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم، تقول لنا بقى رايك في هذا الجدل القانوني حوالين احاله ارهابيين من هذا النوع الى القضاء العسكري. هل دول مدنيين ولا عندنا ما يسوغ قانونا بسرعه انفاذ العداله فيهم؟ اولا بخصوص اختطاف القضاء العسكري، سواء كان منصوص عليه في دستور 2012 او 2014، بنظر بعض القضايا بحب اوضح نقطه مهمه جدا، عشان في بعض الناس بتعتقد ان الاعمال التحضيريه للدستور ملزمه. لا، الاعمال التحضيريه مش ملزمه. يعني انا كنت كاتب وحددت غرائم معينه وبرجع للاعمال التحضيريه للدستور، فهي غير ملزمه ابتداء، عشان ما حدش يتحجج بيها ويقول ان الاعمال التحضيريه بتلزمني ان انا ما احلش المدني للقضاء العسكري. بمجرد صدور النص بيخرج عن نيه مصدره تماما، وبيصبح ملك للمشرع العادي يفسره كيفما شاء وفقا للصالح العام. نعم. ولما نرجع سيادتك للماده 204 من الدستور، هتلاقي الفقره اللي قبل الاخيره بتتكلم صراحه على ان القانون يحدد ويبين اختصاص القضاء العسكري الاخرى، بمعنى ان المشرع الدستوري فوض المشرع العادي في تحديد الاختصاصات او ما يراه من اختصاص جديده للقضاء العسكري، اي ان اختصاص القضاء العسكري في نص الماده 214 ورد على سبيل المثال ولم يرد على سبيل الحصر، وبالتالي ما كانش فيه داعي لو احنا هنتكلم بقى ان لا والله هي دي بس الجرائم اللي موجوده في 204 ومشان نحدد له اختصاص اخر، يبقى بالتالي ما كانش فيه داعي ان المشرع الدستوري يضيف هذه الفقره. وان لو انا قلت ان الفقره دي ما لهاش قيمه، ده يعتبر زي عمل المشرع الدستوري. واضحه واضحه جدا. شكرا جزيلا سياده المستشار محمد نور الدين.